يفضل طول عمره خايب. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له يسيب الشغل؟ كام سنه دلوقتي على دي الحال؟ حاله مالي وعوج. يا بني ادم لازم يشتغل، لازم تكون شديد معاه. شديد ايه بس؟ هو انا يا اخي ناقصك عشان تسد نفسي طول ما انت قاعد؟ يا اخي هونا شويه. هويك؟ طب انا قاعد لك بقى. قاعد بقى عشان تنكد عليا وتوقف حالي؟ انا وحالك؟ يا بني ادم في حد بيهوب على المحل هنا الا وانا موجود على وشي يا ناكر الجميل؟ يا اخويا خد جمايلك وبرع على الناس واهتني لوجه الله. يعني ارحمونا بقى وخلصونا. اما انت بني ادم بقيت مرش فيك، انت راجل غبي. حسابك تقل ابو علي، قفل على 20 جنيه. بقول لك حسابك تقل، والايام دي الحاله ماشيه بالعافيه. ايوه، مباحث امن الدوله. مين انت في مباحث امن الدوله؟ انا عايز اي حد من كبار المسؤولين عندكم. انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ وصلني باي حد من كبار المسؤولين، والا انا هحملك المسؤوليه كامله. معاك المقدم معتصم القلب. أنا اسمي حسن بهلول. أيوه بهلول، وعندي معلومات خطيرة تهم الأمن، وهي المعلومات الخطيرة تتقال في التليفون برضه يا فندم. ده أنا بتكلم من قهوة. أيوه فندم من قهوة. والمعلم بتاعها حشري ومطرطق ودانه وبتنشى على أي كلمة يسمعها. لا يا فندم، أنا ما أقدرش أجي لوحدي، المواصلات زحمة زي ما حضرتك عايز. يا ريت تبعتوا لي عربيه. لا يا فندم بلاش البوكس، يا ريت عربيه ملاكي احسن. العنوان قهوه فتوح مولات على ناصر حرب برغوث. يا فندم برغوث برغوث. طب يا فندم مع السلامه. بوري. ازيك يا ميمي؟ الحلال فاهمني ايه الحكايه؟ احنا برضه ولاد حته واحده. دي مسائل كبيره يا معلم، خليك في حالك. روق القهوه نظفها، ولو عندك زبون شيل ممنوعات وزعه. تعرف طبعا الحكومه جايه. يا ابني يا حبيبي انا قلبي عليك. وانت لو قلبك عليا كنت تقول الحساب تقل؟ لو قلبك عليا بصحيح ما كنتش تجيب ست الحساب دي خالص. فيكوا اسمه حسن بهلول؟ في حد هنا اسمه حسن بهلول؟ معرفش. مين فيكوا هنا اسمه حسن بهلول؟ انا حسن بهلول. هو حضراتكم؟ ايوه احنا. ولحقتوا توصلوا بسرعه ازاي في الزحمه دي؟ طبعا انتوا الاشراف بتاعكم خضر على طول. اتفضل معانا كده على طول من غير ما تشربوا شاي ولا تشدوا واحد بوري. يلا بسرعه احنا مستعجلين. طيب السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. اتفضلوا. طب ما حدش عايز يوصل لابو تاتا المنيب، احنا معانا عربيه. اتفضل 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 حضرتك. اتفضل اتفضل.
وايه الحكايه؟ دي حسن مسكوب امن الدوله، دي حسن مسكوب امن الدوله. محروس محروس، وبتوع امن الدوله خدوه ليه يا محروس؟ هما ما خدوهوش، ده هو اللي بعت جابهم عشان ياخدوه. تلاقيه عمل حاجه وبلغ عن نفسه، ما انت عارفاه. ما تتكلم كلام عاقل. ما تعرفيش ايه الحكايه يا هناء، انا زيكم، ده سر كله معايا. بقول لك يا ست هناء، ما تنزلي تشوفي له واسطه ولا شدي له محامي. ممكن ولع لو سمحت، لو سمحت يعني. يا فضيل يا فضيل، خد يا فضيل، اتكلم. ولع فضيل، ولع فضيل، حضرتك على فضيل. مين اللي بيقول على فضيل ده؟ تفضل تفضل. مدة بدور على عبد الفضيل. انت اسمك ايه؟ سعيد. مين؟ سعيد. مين عبد الفضيل ده؟ سعيد. ها؟ سعيد. مين عبد الفضيل؟ سعيد. سعيد انا. تعرفش مين عبد الفضيل؟ سعيد. انت يا حيوان! انت! اتكلم! انا شايفكم مسؤولين، ابقى اجي وقت تاني. اتفضل. ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمه حضراتكم. سلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟
بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه. انا عرفت وتاكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسالني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين؟ واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري، اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى الصح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ على الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمده قد ايه. وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحه البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب مش هتخسر حاجه. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكره الساعه 10 ونص بالليل. 10 ونص بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي. قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا لا عمري بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محنق، حتى الزبون يبقى جوه قفاه بره لا مؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك العربية توصلني؟ للاسف راحت مشوار. خلاص اخد الاتوبيس. السلام عليكم. امي مش فوق عشان كده مش قادر اقول لك اطلع شوي. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. وانا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دي ولا ناكل حسن. انت راجع من قبل الدواء دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف. مين مين ايه بتعملوا ايه؟ لا انا بتصلح. بتصلح ايه؟ بتصلح كهرباء. كهرباء؟ ايوه. ما تيجي تطلع فوق احسن بدل البهدله دي يا حسن. ده حتى فوق ممكن نتكلم كلام. خليك تجيب عيل وامك ساعتها هتجوز لك ليه غصب عني. ها يا نهاركم اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد فرحه وجاي يقول لي نعمل ايه. بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه انت؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ بنصلح الكهرباء برضه. كهرباء ايه؟
فاكره انت راجع مش مظبوط؟ هما ضربوك على دماغك ولا ايه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. احنا نفسخ الخطوط. انا ما ينفعش ليك صدقيني. اذا كان على 150 جنيه بتوع الشبكه انا كنت بيها عندكم 20 مره. انا اصلا ما ينفعش ليكي. انت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح. لازم اي حد يحس بوجودنا هنا. اطمن يا فندم مفيش اي شوشره. العروسه انا قلت كده من الاول. ناس زباله. مين الشاب ده يا فوزي؟ باين عليه من اهل العريس. ده باين عليهم من الزباله. باين عليهم كده. Thank you.
ده؟ فين؟ حسن فين يا عم بهناسي؟ حسن؟ ده كله عشان حسن؟ معرفش. فين حسن يا عم بهناسي؟ معرفش. ازاي تبقى ابوه ما تعرفش هو فين؟ لا مؤاخذة حضرتك عندك أولاد؟ لا. لا مؤاخذة حضرتك عندك أب؟ أيوة. لا مؤاخذة أبوك يعرف ابنه فين دلوقتي؟ أوه لا. خلاص لما أبوك يعرف ابنه فين أنا كمان أعرف ابنه فين. يا باشا أنا شايفه بعينيا خارج من الحارة، لابس ومتأنتج زي عادته كل ليلة خميس وليلة حد. بيروح فين كل ليلة خميس وحد؟ الله أعلم يا باشا. وبيروح الساعة كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس أكيد بيرجع لما القهوة تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاوله للتضليل هتدفعوا ثمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال. احنا نعرف كل حاجه عن حسن الا حكايه خروجه كل ليله خميس وليله حد لابس ومتانتك. كل ليله خميس وحد لابس ومتانتك. لابس ومتانتك. انتك ولابس. لابس ومتانتك. ولابس لابس ومتأنتك. معتصم معتصم انت معايا يا معتصم؟ ومتأنتك. هو مين ده يا معتصم اللي لابس ومتأنتك؟ الهدف لابس ومتأنتك يا فندم. قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. جرى ايه يا معتصم؟ انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سيادة؟ ايوه عارف عارف معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك. انا مش هرجع الإدارة الا هو معايا يا فندم. لابس ومتأنتك متأنتك ولابس. أستاذ أستاذ يا أستاذ. نعم يعني نعم يا حبيبي. الصبر طيب طيب الصبر طيب. ما حدش بياكل أكتر من بطنه. خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ما تاخد حاجه تبالي نفسك بيها على المؤسف. احنا عايزينك بسرعه يا حسن ومن غير ما نعمل شوشره. بس بعد ما تعشى. ثانيه واحده ثانيه واحده. وانت بقى تبع اهل العروسه ولا تبع اهل العريس؟ انا تبع المأذون. انا اصلي غاوي افراح. احب اجي الفرح من دول ابري نفسي بشويه اكل على مزاجك كده. تعرف الطبق ده؟ لا انا ولا انت ولا الاكبر منك نقدر على تمن. ده لسه الحلو بقى كمان. غير الانس والفرفشه. مصنع البلاستيك اتحرق يا حسن. اهو ده اللي كنت خايف منه. ليه ما شفتوش شغله كويس؟ أنا قلت لكم المصنع هيتحرق، ده إهمال، إهمال كثير. وبعدين إيه ناقص؟ تعاكم عليا فيلة مفترجة زي دي؟ يا ما قلت له المصنع ده هيتحرق. رحت له لغاية عنده، قلت له الساعة 10 ونص المصنع هيتحرق. مفيش فايدة يا جدع. حيانا دايما زي ما بقول لك. خلصت يا حسن؟ خلصت يا سيدي، مفيش داعي للحلو. ده حاجة تقرف. اتفضل. أنا أذنكم. إيه؟ أوعى تقول لي حلم تاني. أنت تنسى حكاية الحلم دي خالص. امال اقول ايه؟ تقول الحقيقه. ماشي. الحقيقه انه حلم. حسن حسن انت قاعد على القهوه سمعت ناس بتتكلم. قول لي اساميهم ما تخافش. طب بلاش. مش عارف اساميهم اوصف. القهوه ما حصلش فيها حاجه. يبقى في صالون الحلاقه بتاع والدك. زبون طرطش كلام وقال. بقول لحضرتك ايه؟ انت كده بتضيع وقتك معايا. ما تدوروا احسن على الناس اللي حرقوا المصنع قبل ما يهربوا. وانت فاهم ان احنا قاعدين ساكتين؟ ده في فرقه في حالها ورا الموضوع ده. وانا واحد منهم. وانا بقى اللي طلعت من حظك ها؟ ده من حسن حظي. طيب حس كده بقى
أنا هقول لك على كل حاجة بصراحة. وأنا بقى مستني اللحظة دي من زمان. وأنا في الفرح شربت كاسين. بعد الكاسين خدت حتتين لحمة. دخل عليهم صدر رومي مع شوية رز بالخلطة. طبعا تقلت، وانا لما بتقل مبقاش عندي استعداد اتكلم مع حد، ببقى عايز انام. فندم خد حسن بيه عشان عايز ينام. الله، هو انا هنام عندكم؟ امال انت فاكر انك هتنام في لوكاندا؟ يا خليل فندم، حسن بيه في اي بي، خمس نجوم يعني، فاهم؟ فاهم يا فندم، معايا محترم. طيب ما بلاش الفي اي بي دي ونخليها الف عين اهي، انا مع الكنبه هنا. ازاي بقى؟ احنا لازم نكرم ضيوفنا. يلا خليل. طيب ثانيه واحده خليل بقى، قدام في اي بي عشان انا تعبان. دراعك ده كده امسك خليل. ايوه كده خليل، اوطى خليل شويه اهو. جرع خليل، يلا بينا. مالك يا خليل؟ تفكر في ايه؟ قولك للحقيقة فيه سبع فوائد. أولا ترضي الله والرسول، لأن الرجل الصادق يدخل الجنة والكاذب يدخل النار. ثانيا تخدم وطنك وتمنع عنه كيد الأعداء والطامعين فيه. ثالثا تحمي نفسك من بعض الإهانات التي قد نلجأ إليها مضطرين. يا حسن. سمعت انه متورط في قضية كبيرة. يابا الحكاية أكبر من كده. أنا سمعت من مصدر موثوق بيه إنه عامل تنظيم. الحكاية غير كده خالص، أصله هدد واحد من مباحث أمن الدولة ولخبط معاه في الكلام، والظاهر كده إنه طلب إنه نشغلوه. قالوا له إحنا مالنا؟ أهو هيتربى وخلاص. أنا بقول نعمل معاه واجب. أي حد هيسأل على حسن هيشرف معاه. حاكم الجماعة بتوع المباحث دول عاملين زي مصيدة الناموس، اللي يقرب منهم لازم يتلدع. بقول لكم ايه؟ ادعوا له ان ربنا يفك شيخنا احسن. صباح الخير يا انسة هناك. احنا من مباحث امن الدولة. اهلا وسهلا. خطيبك حسن بهلول عندنا. طب وانا هعمل ايه؟ اذا كنت تحبي تشوفيه احنا ما عندناش مانع. لا ما عنديش مانع. تفضل. تمام يا فندم. انت اللي جابك هنا؟ عايزين منك ايه؟ دي بره الموضوع خالص، بلاش دعوه باي حاجه. انا دلوقتي بس صدقت كل كلمه بتتقال عليكم. انا عايز النيابه، عايز لجنه دفاع عن الحريات، انا عايز ابعت الاعراف رئيس الجمهوريه، انا عايز سم اشربه قبل ما اشوفها هي بتتعرى قدام عينيا. يا حبيبي يا حسن، قد كده بتحبني؟
بحبك ده ايه؟ ده وقت حب؟ ده انت داخل على مشرح. انسه هناء، ممكن حضرتك تروحي دلوقتي، احنا مش محتاجين لك في اي حاجه. نعم. على انا الكلام ده؟ طب ما هي هتطلع من هنا تخش اوضه تانيه. يبقى افتح الشباك وبص عليها في الشارع، هتلاقيها ماشيه بكامل حريتها. انسه هناء، حضرتك جيتي هنا مكرهه ولا بارادتك؟ بارادتي يا حسن، عشان كنت عايزه اطمن عليك. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ الانسه طلبت انها تشوفك علشان تطمن عليك. انا هسيبكم مع بعض شويه. هتعملي لي فيها سين وجيم؟ مش كفايه السيادة المقدم اللي عامل لي فيها جيمس بوند؟ اه والله خطيت المسدس عامل فيه جيمس بوند وهو عامل نفسه ذكي، هو لا بيفهم حاجه على قده. خليكي حلوه امال. ايه؟ في ايه؟ في كل خير. انت هتعمل ايه؟ عامل اللي نفسي ونفسك نعمله من زمان. فين؟ احنا في أأمن حتة في البلد، نحن في أمن الدولة. لو كان عندي عربية كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل، لو جيت عندكم البيت أمك هتبقى قاعدة زي قرد قاطع. خلاص بقى يا حسن، كفاية كفاية. دي فرصة مش هتتعوض. حسن كفايه حتى يدخل. ايه ده؟ بقى هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما هي بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ. يا فندم، ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل. ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ حاضر حاضر يا قبضوا على اللي حرقوا المصنع يا حسن. الله هايل. نروح احنا بقى؟ لا، انت هتأنسنا شويه. ايه الأنسة؟ ممكن تروح. عندك اقوال تانية يا فرج؟ لا يا فندم. طيب امضي على اقوالك لو سمحت. نشكركم سيداتي انساتي سادتي، وننتهي بغلق التحقيق في قضية حريق المصنع. التلفزيون بيصور.
اي استجواب عندنا بيتم بالصوت والصوره علشان ما حدش يخرج يقول ان انا اتعذبت او اعترفت تحت الاكراه. طب ممكن المتهم يخش اي اوضه ياخد الطريحه المظبوط يخرج يعمل مكياج ويقف قدام الكاميرا عامل كده. في بعد كده نيابه يا حسن، ولا انت فاكر الحكايه جهجهون؟ نيابه. حرقت المصنع ليها كفره، ده في ناس كتير بتاكل عيش من وراه. احنا قلنا كل حاجه في التحقيق. يعني اعترفته نصيب بقى. انت اسمك ايه؟ فرج ابو زيد. مين؟ فرج ابو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني ابو خطوه. شربيني مين؟ ابو خطوه. الاثنين دول اعترفوا بحرق المصنع؟ ايوه. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور هو هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاثنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. دول انت يا واد هو اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفيه ورشوان هرب على اسكندريه. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. اسامي الاثنين التانيين ايه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقه انا كسرت اسالهم اصلي في الحلم. اوصافهم ايه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمه. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع تاني مرة. يبقى سلم لي على كل الاخوة اللي عندكم وحياتك. ها؟ وسلم لي على السادة اللي هو كتير. مع السلامة. ألف حمد لله بالسلامة أبو علي. إيه الأخبار؟ أخبار زي الزفت على دماغك. كله من تحت راسك. ليه كف الله الشر؟ القهوة بتاعتك ما بقتش أمانة يا معلم. إيه؟ كل كلمة بتتقال جوه القهوة بتوصل لهم، حتى كركرة الجوزة والبواري. القهوة بتاعتك مترشقة ميكروفونات. ميكروفونات؟ أيوة ميكروفونات، ميكروفونات سرية كمان. خبر أشوح ده، على كده بقى أسرارنا كلها برة ومفضوحين. ميكروفونات؟ ميكروفونات سرية. يلا أخويا هو يلا يلا شطبني. يلا حبيبي شطبني. يلا تشطيب هات مربى. هيكون عمل ايه؟ هيكون عمل ايه؟ ما طول عمره خايب وانت خايف منه. بدل ما يقعد معاك في المحل هنا، يروح يلبس مع الحكومه بره. انت مالك انت يا حشري؟ هو انت حاشر نفسك بكل حاجه؟ والله انت راجل فاشل يا اخي. انت راجل غبي. انا غبي؟ والله انت ضرور يا اخي. ده انت راسخ. الله 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 الله. الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. أبيض. إيه يا فندم؟ زي الفل. لسه حسن بهلول شايل سيادتك؟ أتكل على الله وأروح أنا. مع السلامة أنت حسن. أنا عايزك تشوف لي واحد من المشايخ. علشان نستشيره في حكاية الحلم ده. خلاص أمرك يا فندم. وعايزك تراقب حسن بهلول بنفسك.
اعتبر المهمة اتنفذت يا فندم. اتعودت للبنت مش هجوزك ويعوضني خير ربنا في الشبكة. كاتب ثمنها عندكم؟ اه انا قلت كده. طب وايه اللي رجعك يا ضناير؟ ايه عملت حسبتك من اول وجديد؟ لقيت ليك باقي جاي تاكل بيك؟ جرى ايه يا ماما؟ لا ما هو لازم نعرف راسنا فين ورجلينا فين. ما هي باينه زي الشمس. الراس تحت والرجلين فوق. اتجوز ازاي وانا من غير شغل ومن غير بيت؟ مش وقته مش وقته يا ماما. اسكت انت. عمرك يا ضنايا ما هتلاقي وظيفه بسبب السابقه اللي عندك. ما فيش قدامك الا التجاره. حسن عمر ما حب التجاره. وفريدي حبيت التجاره. اتاجر ازاي وانا من غير راس مال؟ ولا اقف في الشارع اقول انا تاجر تقوم الناس تيجي مداني فلوس على طول. ده ايه يا ابني؟ في ايه؟ هو انت يعني لازم تبتدي كبير؟ طيب خلاص. انا اسرح بنفترين بالي في الترميات. اللي اقول لك انا بيع مناديل ورق في اشارات المرور. طب اسمع انت ليك عندي مشروع. وفري مشاريعك دي ليك انا ماليش فيها. اه تلامي انت الحلاقين كلها فيك يا ابن بهناتي. اوه هتقول لي بهناسي والحلاقين مالهم الحلاقين؟ اكل اكل ولا امشي؟ لا ما تمشيش يا حسن ماما. اكل ولا امشي انا؟ انا ما امشي بقى. شوف يا اخ معتصم. ايوه يا سياده اللواء. قصدي يا سيدنا الشيخ. الفرق بين الحلم والرؤيه، الرؤى من الله سبحانه وتعالى يختص بها الانبياء وعباد الصالحين، اما الحلم فهو من فعل الشيطان الرجيم. افهم من كده ان الرؤيه ممكن تتحقق؟ طبعا فهي من الله سبحانه وتعالى. طب والحلم؟ لا يتحقق فانه من فعل الشيطان الرجيم. شكرا يا مولانا. الشكر لله. شفت؟ أظن اللي عمله حسن بهلول في مكتبي لا يمكن يكون وثيق الصلة بالله. ولا يمكن يكون الحلم بتاعه رؤية مباركة. هو عمل إيه بالظبط؟ ارتكب فعل شيطان يا مولانا. هنكسب يعني هنكسب. خلي قلبك جامد. ما تخافش ازاي واحنا ورانا مخبر. مخبر فين؟ اتحرك على طول. يا مخبر ازرق ده تعب يا عيني. انا عايز اعرف بقى زومها ايه قله الادب دي؟ طب ده راجل زملكاوي ايه اللي معاده من درجات الاهلاويه وريد قاعد في حاله عامل ايه الادب وعلى النادي الاهلي كمان؟ ليه يا كابتن كده يا كابتن؟ ليه التعصب ده؟ ما تخلي قلبك قبض زي الفلانه بتاعتك ولا ايه يا كابتن؟ قوم الهنا. بتقول ايه يا علي؟ المصنع اتحرق واللي كان يبقى كان لزومه ايه اللي احنا عملناه ده؟ معلش المره دي خابت المره جايه الصيف. ولسه في مره ثانيه؟ مش ورانا حاجه؟ يلا بينا. لا تعالى الراجل. ايه الصدف السعيدة دي؟ هو انتوا بتركبوا الترمايه زينا برضه؟ تذاكر يا استاذ بوليس. تذاكر يا محترم. بقالك ساعة ونص بتلف في الترمايات. يا ترى ليه يا حسن؟ اهو بتسلى وريش حال. فاضي. والفاضي يركب الترمايه. هنا متراقب ولا حاجة؟ طبعا طبعا. ليه؟ انتوا مش مسكتوا اللي حرقوا المصنع؟ ايوه مسكناه. هما حرقوا المصنع ليه؟ الجرايد بتقول الحكاية دي ملهاش علاقة بالسياسة. حرقوه عشان يتعطل على الإنتاج فترة. يكون واحد مستورد وزع المخزون اللي عنده من البلاستيك المستورد. طب أنا ليه علاقة بالموضوع ده؟ المستورد ده طلع قريب ولا حاجة؟ أبدا ولا ليك بأي علاقة. أمال سيادتك بتركب الترماية ورايا ليه؟ أنا مواطن حر من حقي ان انا اركب الترماي. الدستور يكفل لذلك وكذلك القانون. القانون يعطيني الحريه. اسمع اسمع انت قبل ما تتكلم على القانون لازم تعرف ان في حاجه اسمها قانون طوارئ
واحيانا بنستخدمه في الحالات اللي زي دي. سيادتك عايز من ايه بالظبط؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. اسمع يا حسن، احنا اذا كنا هنصدق في الاحلام في قضايا امن الدوله يبقى مش بعيد ابدا نفتح المندل ونجيب واحده تقرا الفنجان. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. دي قضيه امن دوله يا حسن، يعني قضيه كبيره قوي. انت ليه مش عايز تقول الحقيقه؟ الحقيقه انه حلم. الحقيقه انه حلم. حلم. سلام كبير قوي لحضر الضابط. سلام كبير قوي لاحلام. حسن ميكروفونات سريه يا حسن تخليني اجيب القهوه عليها وطيئه. عاوز تخرب بيتها يا حسن. امن الدوله معتصم بالالفي. انا حسن بهلول. كيف الاحوال يا سعاده الباشا؟ ربنا يخليك. بقول لسعادتك انا حلمت لك حلم صغير كده. هو صغير بس حلو. حلو ومستعجل. لا يا فندم ما ينفعش اجي عند حضرتك، مفيش وقت. يا ريت تتقابل بره. فين يا فندم؟ طاب يا سعادة الباشا. طاب يا فندم، مع السلامة. قلت حاجة؟ لا يا اخويا ما قلتش حاجة. انت قلت حاجة؟ على أي الطلاق ما قلت حاجة. اتأخرت ليه يا بيه؟ معلش يا حسن. هو انتوا كمان عندكم معلش؟ مش قلت لك إن الحلم مستعجل؟ اطلع بيه. اطلع لفين؟ المقطم. مش هتقول لي ايه الحكايه؟ السكه اعترف كل حاجه. تسعتاشر شارع المرجان الساعه 3:30 هتحصل هناك مصيبه سودة. ايه هي؟ معرفش، ما كانش باين في الحلم. والمصيبه دي بقى ليها علاقه بامن الدوله يا حسن؟ هي المصيبه ليها علاقه بامن الدوله وامن المواني. اي مصيبه مهما كانت بتاثر على الدوله كلها. عندك اي معلومات تانية عن المصيبه دي؟ وما كانش باين في الحلم غير الميعاد والعنوان والاشاره يا منى سلامه الكلب، لانه من سلاله نادره. شارع شكله مش بتاع مصايب ابدا. الحمد لله حلمك طلع في شنك. نشفت ريق، الله ينشف ريقك. تعالى نشرب حاجه ساقعه. اتنين حاجه ساقعه من فضلك. حاضر يا فندم. عفوا. صل على النبي.
هو المسدس ده ميري ولا ملكي؟ انت هتهزر مع الحكومة حضرتك ولا ايه؟ يا سيدي مفيش مانع الحكومة تهزر مع بعضيها. انت تبع ايه؟ ومين حضرتك بقى علشان تسألني؟ انت تغرس خالص، تغرس! انت بتكلم عن دولة؟ رقيب اول مدبولي يا عبد العال، رقيب اول مدبولي يا عبد العال يا فندم من الحراسات الخاصة. وانت بتعمل ايه هنا يا مدبولي؟ حراسة يا فندم على احد اللاجئين السياسيين القاطنين في العمارة 19 الدور الرابع شقة 12. ممكن تديني المسدس بتاعك؟ لا يا فندم، سعادتك عارف ان دي عودة شخصية ولا يمكن افرط فيها لأي حد. الله، هو انت ما معكش سلاح؟ وهشيل سلاح ليه؟ انت مش جايبني هنا عشان تحكي لي حلم؟ يا نهار ازرق، اديله السلاح، ده في مصيبة صدى هتحصل. انتوا شكلكم مريب والامر ما يسلمش. بس هقول لك ايه؟ مش كده يا راجل؟ البوز النار. المسدس! المسدس! حق السائع! اوعى يحصل. اللاجئ السياسي، العيال الصغيرين، الواقع أجهزة الأمن كانت بترصد تحركات المجرمين من شهور عديدة، وحسب تعليمات السيد الوزير والسادة مساعد الوزير كنا بنتتبع خطواتهم أول بأول، كنا حاطينهم تحت عينينا، بس هما ما كانوش داريين ولا عارفين. حبينا نقبض عليهم متلبسين علشان ما حدش يقول إن احنا بنلفق قضايا، والحمد لله العملية خشب يا حلو. خشب يا حلو. مش مهم. أسيوطي، حكاية الولد اللي بيحلم ده مش داخلة دماغي أبدا. ومعتصم انت عارف اسلوبه، ايه رايك لو تجرب انت؟ سيادتك انا كنت مستني التكليف ده من بدري يا فندم.
مباحث ولا نيابه ولا انتوا بتوع الكهرباء؟ كلك نظر. انت مش صاحي من النوم؟ ما شفتناش في الحلم ولا ايه؟ We received the following excerpts describing the great event. This year, the show is expected to... ظبطناك بتوزع المنشورات دي في شارع قصر النيل. أنا كنت بوزع المنشورات دي. وعندنا كمان 10 شهود سلمتهم المنشورات دي. أمال فين المقدم معتصم الألفي؟ الألفي خلاص ما عدلوش دعوة بيك. أنت دلوقتي تبعي من اختصاصي. قضيتي. عرفت إزاي بتفاصيل اغتيال اللاجئ السياسي؟ كان حلم. كان ايه؟ كان حلم. كان حلم. ما كانش حلم. كويس. كان ايه؟ كان كابوس. كابوس. في حاجة يا معتصم؟ أنا آسف يا فندم، بس إذا كان أسلوب شغلي مش عاجب حضرتك، ممكن تعفيني من المهمة دي؟ إنما إن المصدر بتاعي يتعرض للسخافات بتاعة الأسيوطي، اللي عمرها ما جابت أي نتيجة، ده شيء لا يمكن أقبله أبداً. وعرفت إزاي يا معتصم؟ يا سيادة اللواء، حضرتك عارف كويس إن إحنا جوه لعبة، عارفين قواعدها. وقبلنا بيها، فما فيش قدامنا غير الصراحة. حسن بهلول ده قضيتي أنا. طيب طيب طيب، اقعد يا معتصم. ولغاية إمتى هتسمح له يلعب بيك ويهرب بالحقيقة منك؟ حسن ما بيهربش بالحقيقة، حسن بيعمل اللي في دماغه هو، مش اللي في دماغنا إحنا. أنا كان كل همي إنقاذ اللاجئ السياسي، لكن حسن كان كل همه إنقاذ الطفلين. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه. إحنا بنشوف شغلنا، لكن هو بيشوف اللي هو شايفه صح. إحنا ليه مش عايزين نطول بالنا عليه؟ دي طريقة الأسيوطي، وصدقني في حالات كتير قوي بتجيب نتيجة. يعني حضرتك كنت عارف؟ صدقني اللي حصل لك ده حصل من ورا ظهري. أنا لو كنت فشلت معاك كان واحد غيري استلمك واستعمل القصف معاك زي ما حصل لك بالظبط. إيه رأيك يا حسن بدل عادتك دي ما تيجي تشتغل معانا؟ مرشد يعني؟ حاجة زي كده. سيادة المقدم أنا عين للبلد مش عين للحكومة. بس حضرتك بتعرف تنشن كويس. أصلها كانت هواية قبل ما تكون مهنة. أنا كمان بعرف أنشن كويس. كنت بلعب زمان في مدة رفاعي لعبة النشال. سبت مرة علبة السجاير شربتها كلها مرة واحدة. ممكن أجرب؟
بس ممكن تجرب. خد بالك ها عشان الريكويل قصدي الرده. هضرب على طول. امسك مسدس جامد. شديده جامد. ازيك يا معتصم؟ اهلا يا سيوتي. ولا لا؟ طبعا هتجوز. يبقى الاسبوع ده. يبقى مش هتجوز. يبقى تتفضل تروحني زي ما جبتني هنا. عادي طيب. عادي. زي ما اكون بتتكلمي جد. عارف سني كام سنه؟ وعارف سنك كام سنه؟ هنستنى ايه اكتر من كده؟ لما نقعد نتابع التلفزيون ونفرد على ركبنا بطانيه من البرد. ما حدش بيقدر يتجوز الا هو قادر على مصاريف البيت. امي دبرت لك كل حاجه. وانا هبقى الصبي بتاع امك، ما تصبري. اكتر من ده صبر. وبعدين انا مستعد اصبر لغايه وقت متحدد ومعلوم. كل سنه تقول لي السنه الجايه السنه الجايه، وتيجي السنه الجايه اقلع من اللي قبلها وحتى بتتقل اكتر من اللي فاتت. الله الله جراها النو. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما اقدرش اتجوز حبيبتي وانا مش قادر افتح بيت. ايوه كده، اظهر وبان على حقيقتك. عايز تخلع سنه سنه؟ ما هو خلاص، ما انت اكلت وشربت وحضنت وبوست وكل. الله 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 الله، ده كلام يتقال برضه؟ في ناس قاعده جرالك ايه؟ لا ده انا لحمي مر والهدوء لازم. ماله بقى ناسي؟ عشان ابويا حلاق. ها؟ ابويا حلاق؟ ضحكت عليا 7 سنين. كان زماني متجوزه ومخلفه، ان الواحد منهم يروح المدرسه. دي مظهر واحده عيلها. يلاوج يتقالك روح الاحداث يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلك. مستقبلك؟ دي مظهر واحده عندها مستقبل يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلك. انت اللي غلطانه وتستاهل اترقبتك كمان. ده شكله باين عليه نصاب. يا مالك يا وليه؟ ما تخليكي في حالك. مالكش دعوه بيها الهام ان ما قالتش حاجه غلط. انت قليل ادب. انا مش هتكلم معاك، انا هتكلم مع والدك. قوم يا بنت. ما تسيبها يا اخينا، انت عامل لي فتوح. انت مالك؟ واحد وخطيبته. خطيبتك ده ايه بعد ما بهدلتني؟ انت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ اوعى حد يمد ايده. انا العقيد عبد الرازق حلمي محمود. قدامي قدامي. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاه. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاه. ساهرا علي. ساهرا علي. قريبا من. قريبا من. ثانيا. ثانيا في ذاته. حتى لقد أطفى. حتى لقد أطفى على وجهي سماته. سماته وقسماته. أنا صاحب فرعون. أنا صاحب فرعون. بل إني أنا فرعون. عبدني الناس منذ فجر الظهور. واختلفت أسمائي باختلاف العصور. مالك حسن؟ أنا حسن بهنسي بهلول. أنا المسكين في هذا الزمان. أنا المحاط بالأوهام. أنا الذي إذا جاع نام. أنا المخدوع بالكلام. أنا استرقت يا علي. استرقت يا علي. استرقت. سرقنا بكل الأشكال يا حسن. كويس إن أبو الهول والأهرام لسه ما سرقوش. عشان دي حجارة يا حسن. هو لازم كل حاجة بلادنا تبقى حجارة عشان ما تسرقش يا علي؟ حتى الحب والروح الحلوة السرقوا علي.
واخرتها علي. اخرتها يا علي. هل الحضارات الا واحات في صحراء الجهاله؟ يا عجبا، وهل كان بناتها الا بشرا مثلنا؟ جعلوا من هذه الصروح الشماء قبورا لتخلد اسماؤهم على مر القرون ويقهر مجدهم عاديات السنين. وعندك وقت حاجة ساعة قوي لحضرة ضابط المباحث اللي مشرفنا ومنور القهوة. مرحب، القهوة بوجود الكافيتيريا يا سعادة الباشا. وده ايه ده؟ تحية من المعلم. وهي تحية المعلم لازم تبقى الحجم العائلي. كل واحد ومقامه يا باشا، المخبرين ليهم الإزازة الصغيرة. ده بس من لطفك يا معلم. الزبون اللي حضرتك قصده خلاص طردناه من القهوة. الزبون اللي يجيب المباحث في رجليه ما يلزمناش. والواد ده لاقيه فين دلوقتي يا معلم؟ أنا صحيح أحب الحكومة، لكن أحب حسن أكتر. عشان كده لو عارف مكانه مش هقول لك. مين ده مجدول؟ مجدول يا حسن. معقولة تبقى ضابط وتتغلب في الطاولة؟ ايه ده حاجة مهناسي ده؟ أنا قلت أنت جايب واحدة ست تسليك وتلعب معاك طاولة، حتى دخلت السحب خايف لأحرجك، خليك بتلعب مع الباشا. الحقيقة القعدة مع السيد الوالد مسلية قوي، بس أنا ما أعرفش حاجة عنك خالص. تأخرت كده ليه يا حازم؟ أهو شوية كده، نجيب عشاء؟ ما تيجي نتعشى برا. لا أنا الحقيقة اتعشيت. طب نتمشى. طيب بس بشرط اعرف حبات عندكم ولا حبات هنا. مش عشاني انا عندي، ما تفرقش، عشان بس الحاج ما يقلقش. لا ما تقلقش، حبات هنا يا حسن. يبقى نتمشى. تعرف يا حسن، انا من عشاق القاهره بالليل. انا من عشاقها بالليل وبالنهار وفي اي وقت. ايه رايك يا حسن؟ انا كنت عايزك انت اللي تسالني. اسالك ايه؟ اي حاجه تعجبك. يعني مثلا انت مالك ومالي يا اخينا؟ عايز مني ايه بالظبط؟ اه صحيح، انت مالك ومالي يا اخينا؟ عايز مني ايه بالظبط؟ انا خايف عليك يا حسن. حسن انت عندك مصدر المعلومات، ايه هو ومين هو انا معرفش، وانت خايف على مصدرك ده مننا. ماشي، بس احنا على الاقل عندنا التحقيق، عندنا سين وجيم، وبعدين بنحاول على النيابه والنيابه بتحاول على المحاكم. عمرك ما خفت على مصدرك ده من الناس اللي انتم مراقبينهم؟ محدش يقدر يوصل لنا. تبقى اهبه، انت ممكن تعرف امكانيات البوليس بالظبط، لكن مش ممكن تعرف امكانيات المجرمين دول ولا مين معاهم ولا هم مين بالظبط. لا انا بطل احلى من نفسي، احلى من حلم واكتمه. اسمع حسن، زي ما بحترم تفكيرك احترم تفكيري. هترجع تقول لي حلم تاني؟ عيب. ما اقدرش. اسمع يا حسن، معرفه المصدر مساله مهمه جدا في اقامه الدليل. يعني ما اقدرش اكتب في التحريات بتاعتي اني عرفت ده بناء على حلم واحد صاحبي. النيابه تضحك علينا. المصدر بتاعي ما ينفعش دليل في اي قضيه، يبقى دليل براءة مش دليل إدانة. قصدك إيه يعني؟ يعني اللي سمعته أنا المصدر بتاعي بوظ أي قضية. هي دي المصيبة، هي دي المصيبة. في حالات كتير قوي بيكون الالتزام بالقانون في صالح المجرم. كم جريمة رشوة خدت براءة الخطأ في الإجراءات؟ قول له. كم قضية مخدرات خدت براءة عشان هفوة بسيطة في محضر الضبط؟ وكام 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 وكام؟ قول له يا عم طلعت، قول له.
سيادة المقدم عن المصدر بتاعي اللي يمكن يكون مفيد ليك ولا للمحكمة. أنا المصدر بتاعي حلم. يبقى ده اسمع نصيحتي. أسمع. ما اسمعش ليه؟ لعبتك أنت والمصدر بتاعك ملهاش أي لازمة. اعتبرها تسالك. تسالك! محدش يدخل قفص الأسود ويقول ألعب معاهم شوية. معنى كده إن أنا أرضى بالأمر الواقع. لا. ارضى بقانون السلبيات وفكر اذا كان مصدرها غير قانوني احنا ممكن نشوف له الشكل القانوني عشان تبقى الحكايه صح. اسال رجال القانون كيف نجع من الحلم سند قانوني يقبل امام المحاكم ولا يخالف نص الدستور. شاسي حسن. مين الواد ابو مرسيدس ده؟ ده عدم المؤاخذة اللي حل محلك يا سي حسن. اشوفك ضروري. ها؟ في نفس السينما. حاسب لك تذكره على الباب باسم صبحي الافندي. اه حفله ستة. اسمع حسن خلي بالك اوعى حد يكون مراقبك. اتفضل في تذكره باسم صبحي الافندي. هنا مالها؟
الأستاذ. لا المدام. مدام مين؟ المدام بتاعتي. مالها المدام بتاعتي؟ أنت قاعد عليها. قاعد على مين؟ هي تحت منك. مين اللي تحت مني دي؟ المدام بتاعتي. المدام بتاعتك تحت منك إزاي يا أستاذ؟ المدام مرات الراجل يا حسن. مالها؟ قاعدة تحت منك. تحت مني مين؟ على الكرسي اللي أنت قاعد عليها يا حسن. راجل أنت أشكر أستاذ. المدام قطعت النفس خالص يا أستاذ. أنت فتحها يا مدام. مين ده؟ ده فيلم رعب يا حسن. اه ايه الموضوع؟ حكمنا عيلة بستين نيلة. ايه؟ مصيبة. حلمت خير اللهم اجعله خير، زي ما اكون انا واقف وسعايا، وسعايا كبيره. الوسعايا دي بينزل فيها طيور، طيور ضخمه فجر الرخ، رخ بتاع زمان. المطار. بعدين معاك يا حسن؟ لا 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 مش هو ده. ده واحد مكتوب على ظهره ممنوع اللمس. أي حد يجي ناحيته يتلسوع. اه حصانة. الحقني. حلمك ده ولا ليه اي لازمه. اولا ده من اختصاص اداره المخدرات، ثانيا احنا ما نقدرش نقبض على اي مواطن عادي بدون اذن من النيابه، فما بالك لو كان عنده حصانه. الله، يعني الهروين ده هيخش البلد حتى لو مسكناه؟ مفيش اي قضيه. وانت همك تعمل قضيه ولا همك تمنع خطر؟ الاثنين. واذا الظروف ما سمحتش الا بواحده بس. تبقى واحده. مستني سيادتك. يلا تعرف معاد الطيارة ورقم الرحلة وشركة الطيران اللي معرفوش اسم الراجل ابو حصان. شوف يا حسن، عشان الموضوع ده يبقى من اختصاصنا، قبل وصول الطيارة بساعتين تطلبنا بالتليفون تقول ان في واحد من الركاب معاه شنطة مليانة قنابل شديدة الانفجار. حسن. احنا عملنا التحريات المطلوبة حسب تعليماتكم، والطيارة عليها اربع ركاب عندهم حصانة، اثنين من هيئة الامم المتحدة وعضو مجلس شعب وسفير دولة صديقة جدا. موقف حساس جدا. يعني تحصل ازمة دبلوماسية ولا نسيب القنابل تخش وموت فيها ابرياء؟ عموما الخارجية هتبقى تصلح ورانا. أولا أحب أقول لكم الحمد لله على السلامة، وأقدم لكم نفسي، مقدم معتصم الألفي من مباحث أمن الدولة. إحنا عندنا مشكلة بسيطة ولازم نحلها بسرعة.
في معلومات شبه مؤكده بان في كميه متفجرات على شنطه الطياره. طبعا حضراتكم فوق كل الشبهات. ده غير احترامنا للسياده الخاصه والحصانه بكل انواعها. لكن انتوا كمان يهمكم سلامه البلد اللي انتوا على ارضها دلوقتي. علشان كده انا هطلب منكم تفتيش الشنط. هذا والله مو معقول. بتصير ازمه في العلاقات بسبب هذه التصرفات الغير مسؤوله. يا سياده السفير، احنا هدفنا سلامتكم الشخصيه وبرضه سلامه البلد. والحصانه الدبلوماسيه ايش قولك فيها؟ ليش عملوها؟ هذا والله كلام ستكون له نتائج مؤسفه. يا سياده السفير، احنا احترمنا كامل الحصانه. وين الاحترام هذا اللي بتحكي عنه؟ الاحترام بالفعل لهذا الجول. هل تتحمل نتائج تصرفك هذا؟ ايوه يا سياده السفير. بتصير ازمه بين البلدين وجايز العلاقات تتوتر وحكومتي تسحبني ومن الجائز تقطع العلاقات. يا سياده السفير، ممكن تسمعني لحظه واحده؟ ايش بتريد؟ يا سياده السفير، سيادتك فوق كل الشبهات، لكن موافقتك على التفتيش هتساعدنا في ان احنا نحرج الثلاثة التانيين اللي احنا اصلا بنشك فيهم، وبالشكل ده تبقى تعاونت معانا. معقول، معقول جدا. ولكن اذا اصفر التفتيش عن لا شيء، ايش قولك في هالحالة؟ سيادتك حاجي لك اعتذار رسمي من الداخلية. من الخارجية؟ ما للداخلية والدبلوماسية. حاضر، حاجي لك اعتذار رسمي من الخارجية. بتريد مراجعة الحقائب؟ اتفضل، ما في مشاكل. شكرا يا فندم، ممكن تزبني على المكتب. شكرا. جنتلمان، Would you please join me to the office? سيادة النائب، اتفضل. وانا برضه جوين يو. على الاقل من باب المساواة. الشنط بتاعتي كلها تحت امركم. اذا كانوا نزلوها من على السير فتشوها زي ما انتوا عايزين. احنا كلنا في ده البلد. والشنطة دي كمان. يا حضرة الضابط، ما تنساش انني مصري. والمصري لازم يكون عليه واجب المبادرة الأولى. ده علاوة على اني بها اوراق هامة. محدش هيقرا كلمة. إذا أنا متمسك بالحصانة بتاعتي. يا سيادة النائب، أعتقد مش ممكن نتناقش هنا. حضرتك ممكن تقدم استجواب لوزير الداخلية، لكن إحنا لازم نشوف شغلنا. هاتوه. اتفضل. اتفضل. ايه ده بقى يا سياده النائب؟ الحمد لله، انتوا بتدوروا على متفجرات ودي مش متفجرات. يعني ده مش بارود يا سياده النائب؟ لا، البارود لونه اسود ودي لونه ابيض. امال ده يطلع ايه بقى؟ ده سحلب. سحلب؟ ايوه سحلب. المعمل الجنائي هو اللي هيحدد اذا كان سحلب ولا كاكاو. لما نشوف بقى اخواننا في اداره المخدرات هيعملوا معاك ايه. عموما دي مش قضيه امن دولي. دي وقعت في ايدينا بالصدفه. صدفه؟ سحلب. سحلب. لسه برضه بنغلط. ما كانش صح انه ينجح على قوائم الاغلبيه. كان لازم ينجح على قوائم المعارضه عشان لما تحصل مصيبه زي اللي حصلت له نقول ده من تدبير الحكومه. المهم ان هو في موقف صعب جدا. ويعني احنا اللي مش في موقف صعب؟ ما اعتقدش انه هيتكلم. انا عارف انه مش هيتكلم ولا يقدر يتكلم. لكن مين ادراك زي ما وصلوا له ما يكونوش عارفوا سكتنا احنا كمان. حاجه واحده بس اللي تهمني، ضابط امن الدوله اللي جاب القضيه دي ورتب لها، مين المصدر بتاعه؟ مين دله على السكه؟ ده اللي لازم نعرفه وبسرعه. مقدم معتصم الالف من فضلك. حضرتك اسمك ايه؟ حسن بهلول. حسن بعناسي بهلول. اهلا اهلا يا ابو علي. اهلا يا بطل. اهلا اهلا ابو علي بقى، احسن واحد يحلم في مصر. ازيك يا ابو علي؟ اهلا وسهلا. تسمع ايه بقى؟ انت ضيفنا النهارده. نشرب شربات بقى ها؟ ولا هي قهوه بس اللي عندكم؟ لا، في شربات. مين يا سيدي؟ احنا يهمنا الاسم والعنوان، مش عاوزين حاجه اكتر من كده. واحد بيحلم اسمه حسن بهلول؟ شكرا، مش مطلوب اكتر من كده. احنا بقى نشوف بيحلم ازاي. زيحة حلوة. احنا نشرب اي حاجة. نديها تاني كمان ازازة؟ كفاية يا وعي، احنا تقلنا العيار. بس حلو، انا حاسس ان حلو. شفت بقى تصريف اخوك؟
ده انا بحبك، ده انت اخويا. انا كده اخر تمكمك، وانت برضه ما انت اخويا. مين بيحب اخوه؟ انا. مين بيحمى اخوه؟ انت. مين ينعل ابوه؟ انا. غلط. ايه؟ هم. مفيش عرسان جداد؟ شوف يا سيدي، عندك مهمة مستعجلة جدا. الواد اسمه حسن بهلول، وده في حرب بولاق، وهو عواطلي. الحارة اسمها هي دي، كمان محتاجة ورقة وقلم. تاني بقى يا سيدي مهندس تليفونات في سنترال رمسيس، كان بيتسلط على التليفونات ويحكي لصاحبه، وهو عنده وردية دلوقتي في السنترال، جايز يكون بيسمعنا فعلا. لكن ايه المشكلة؟ اذا كان عنده وقت يسمع فلازم ما يكونش عنده وقت عشان يتصرف او يبلغ. تصبح على خير. عارفك يا سعاده البيت. روح لحسن قول له علي الزهار بيقول لك ان احنا في خطر، بلاش تقفل السكه، روح بلغه انا مستني على الخط بسرعه. حمامه. ايوه انا حسن. حسن عرفوا طريقه وطريقك يا حسن، جايين يقتلوني ويقتلوك. ما اقدرش ابلغ البوليس. اسمع اللي بقولك عليه، البوليس هيقدمك المحاكمه لكن مش هيقتلك. هتسجن حتى لو استجنت يا علي. السجن ولا الموت. هترفض يا علي؟ حتى لو اترفضت ما انتش هتموت من الجوع. مفيش حد في بلدنا بيموت من الجوع يا عبيط. طب اهرب، استخبى في اي حته عندك لغايه ما اتصرف. علي خلي بالك من نفسك يا علي. ايوه المقدم معتصم الالفي من فضلك. مش موجود عندك يبقى موجود في حته تانيه. اديني النمره اللي هو فيها يا سيدي، اديني نمرته في البيت.
أرجوك وحياتك دي مسألة حياة أو موت. وظيفة ولا من حقيقة تهرب؟ الناس دي جهزها قوي يا اخي، جهزها قوي. الله يرحمك يا علي، الله يرحمك. ده احنا صغيرين قوي يا اخي وغلابة قوي. استريح يا علي، استريح. علي مات، علي السهار مات، مات عشان بيحلف. علي السهار مات. الو الو، علي الزهار مات، علي الزهار اتقتل. مين؟ مش مهم انا مين، علي الزهار اتقتل يا استاذ. ايوه يا مدام، أنا حسن بهلاسي بهلول. أنت بتعملي إيه؟ علي الزهار مات.